هذا وقد تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان الخليفة الرئيس الفخري لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. رفع فيها سموه إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الأعياد الوطنية، سائلا الله العلي القدير أن يمتع سموه بموفور الصحة والسعادة والمزيد من التطور والتقدم والازدهار لمملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.